والله ما ادري ما ادري والله شنو نراهن والشغلة صارت صعبة والحمد لله. ما شريت لحم من زمان مع ان مصاري نشتري لحم. ما عدنا مصاري ما عدنا مصاري والله نشتري لحم. اي والله هاي جاي نقدر عليه. اي والله انا عندي حق ضحيه ما عندي حق ضحيه ما عندي حق ضحيه ضحيه حقها 20,000 30,000 40,000 منين اجيب حقها؟ ما عندي والله ما عندي حق ضحيه. والله ما قلت مصاري مصاري ما في مصاري. يعني شوفت عينك على هالوضع شلون؟ من آخر رمضان ما أكلنا لحم. نزحنا صار لنا أكثر من سنة نازعين غير مرة ما أكلنا. قلة مصاري ما في عندنا نشتري. شايفة حالتنا شلون أنا وهالشايب ختيار؟ لا في عندنا لا كادود ولا رادود غير رحمة الله.